تحت عنوان القاهرة 50 بين التراث الفني والمعماري، أقيم بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرض فني ضم مجموعة من لوحات شباب وكبار الفنانين. المعرض يهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعظيمها، حيث تعتبر مصر منارة الفن والثقافة في الوطن العربي والعالم في مختلف العصور. بمبانيها العريقة وأزيائها التقليدية ومآذنها الشاهقة، تجلت القاهرة في الخمسينيات بكل تفاصيلها خلال المعرض الذي احتضنته دار الأوبرا المصرية وامتزجت فيه إبداعات شباب وكبار الفنانين. التنوع الكبير اللي موجود، ففي مدارس فنية مختلفة في الشغل، في مدارس تجريدي، في مدارس تأثيرية، في تعبيري، فبنشوف كل مجالات الفنون التشكيلية في معرض واحد، وبيقدموا مجموعة كبيرة مختلفة الأعمار والتخصصات في مكان واحد وتحت عنوان واحد. اللوحة بتاعتي بتعبر عن فترة الخمسينات، أنا حبيت أعبر فيها عن شكل البنات والسيدات القاهرة في فترة الخمسينات، وازاي كانوا بيلبسوا، الأماكن اللي بيروحوها، بطريقتي أنا في الرسم. معرض القاهرة 50 الذي يعكس التراث الفني والمعماري والحضاري والتاريخي المصري شهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار وسط إجراءات احترازية مكثفة اتخذتها دار الأوبرا لمنع انتشار فيروس كورونا. في لوحات بتحكي عن شكل القاهرة نفسه، المباني، وفي لوحات عن العربيات بتاعت الوقت ده. أكتر لوحات شدتني اللي هي بتاعت السيتي سكيب، بتاعت مظاهر من القاهرة، الشوارع بتاعت القاهرة. في فنانين معينين جوه في اللوحات بتاعتهم مدين يعني للوحة رقي كده وحاجات جميلة جدا في التكنيك بتاعهم. أفكار وأفيشات الأفلام، في بوستر فيلم، في كذا لوحة حلوة قوي بتتكلم عن الفترة بتاعت الخمسينات والأربعين والفترة دي، لوحات اسكندرية. القاهرة 50 معرض فني يضم نخبة متميزة من فناني مصر يشاركون بلوحاتهم مع شباب الفنانين لتقديم صورة متميزة ورائعة حول القاهرة في الفترة من الثلاثينيات حتى الخمسينيات. لمياء موافي، التلفزيون المصري.